مرحبا، معكم رنا من قناة كرافت باي مس ويف. بهيدا الفيديو بدنا نشتغل هيدي مثل برانش او شي هيك، يعني بينحط مع بوكي ورد، بينحط كديكور. بيّن هو بفيديو وهو طلب من متابعة، فاكيد انا علي نفذ. فحنساوي هيدي البرانش، طريقتها كتير سهلة، حنشتغلها. الفيديو حيكون قصير، فيلي حابب بنهاية الفيديو أرجيكم البوكيه الورد يلي أنا ححط فيه هيدا البرانش، خليكن لآخر الفيديو. فعشان هيك ححط أنا هيدا الفوتج آخر الفيديو. هلأ بالنسبة لإلي أنا حاشتغل بسنارة مناسبة للخيط. عم بشتغل بخيط كوتون جولد، بقي عندي هاي النطوفة بس تقريبا خلصت، وطلبت طلبية لحتى أجيب منه هيدا الخيط. هأكتب اللون على الشاشة. هاستخدم معه هيدي السنارة ستانلس ستيل بتعادل 2 مليمتر، ما بدنا يعني كتير غراض. بدنا هيدا العود الخشب، هول بيجوا منلاقيهم بالمكتبات بقسم الكرافت، بيجوا هيك 12 او 10 مع بعض، وبيجوا من الجهتين منهم مروسين فمنهم مأذيين ابدا. بيجي بسمكات مختلفة، يعني في هيدا السمكة. فخلينا نبلش بالفيديو. اول شيء حاشتغل معكم، بدنا دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. حاشتغل معكم اول شيء الدائرة الصغيرة، هعمل دائرة سحرية، وبقلب الدائرة السحرية ارتفعت سلسلة. بقلب الدائرة السحرية بدي اشتغل 8 غراس حشو، 2 3 4 5 هاي 6 هاي 7 وهاي 8. كتير بسيطة. هسكر الدائرة السحرية وشدها، هحط هيدا الخيط النهاية لهيديك الجهة. هعمل بأول غرزة اشتغلتها حشو، هعمل منزلقة، هارتفع سلسلة، هقص الخيط. كتير بسيطة. من هيدي بدي أعمل 4، 4 بدي ساوي. هلا بدنا نعمل الدائرة اللي أكبر شوي، هعمل دائرة سحرية، هارتفع 2 سلسلة، وبقلب الدائرة السحرية بدي اشتغل 16 نصف عمود. 16 هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هي 10 11 12 13 14 15 هاي 16 نصف عمود. هسكر هلأ الدائرة السحرية، هشد الخيط، ونفس التقفيل اللي قفلناها بالقطعة الصغيرة هاجي عند أول نصف عمود، هاخد هيدا الخيط القصير لبرا لأن بدي سكر عليه. هعمل منزلقة، هسكر، هعمل سلسلة، كمان هقص الخيط. من هيدي القطعة بدي اشتغل 5 قطع. من هاي القطعة، هاي أنا هون مشتغلة 4 من الصغار، هاي 5 من الكبار. قلتلكن كتير بسيطة بس يمكن يحتار الواحد كيف مشغولة. هلأ حجيب هيدا الشيش أو الخشب هيدا، نسيت لكم بالبداية، بدنا يا جلوغان فرد الشمع أو هيدا التلزيق. أول شي هحط هيك فوق شوية هيك تلزيق، هجيب الخيط هيدا الشكل أول شي بدي حطه، وهلا بدي بلش لف عليه. هيك بنثبت نحنا الخيط
بال لما بدنا نلفه على شيء. هلفه بس هيك اول شوي، هجيب هيدي هحطها، هلف عليها شوي. هجيب كمان وحدة، فيكن انتو ترتبون متل ما بدكن، بس انا عملت هيك هيدا الديزاين، فعشان هيك عم بحطهم هيك. بس هارجيكن انا طريقة الشغل. فانا هيك هاي ثبتت اول اتنين، هلف شوي لتحت، هجيب وحدة كمان هحطها بهيدا الشكل وهلف عليها. هجيب هاي وحطها كمان، لان بديها تشبه هاي. انا بالبوكيه هحط اتنين، هلف كمان عليها. حاول نحنا هيك وعم نلف نظبطهم. هكمل لف، ما بيأثر، هول حلف عليهم انا. هلف هيك مسافة شوي، هجيب وحدة هحطها، هلفها، هلف هيك، فخلص هي بتثبت. اوكي، يعني وفيكن تحطوا عليها تلزيق، بس ما في داعي، خلص ما نحنا عم نلف الخيط فحيثبتها الخيط. نحاول هيك نلف بترتيب. هلا من بعد ما نزلت شوي حجيب وحدة حطها هون، حلف. هجيب واحدة، أول مرة بلفها من هون، تاني مرة بحاول أخذها من هون من فوقها. هجيب واحدة وحطها هون، آخر واحدة. هلا خلاص خلصت، هكمل لف عادي للنهاية. هقصهم لهول،
وصلت للأخير، بس يبقى عندي هيدي المسافة بدي أحط عليها هيك تلزيق. بلش لف حلو في هيدا التلزيق انه ما بيبين يعني انه ملزقين، اوكي يعني هيك نضيف الشغل فيه. خلاص هي نشف هيك خلصت. اذا حسيت هيك مثلا بدهم تثبيت حط هون نقطة هيك ثبتهم. عشان يجلسوا نقطة معنا. بس الباقيين منيح هيك خلصنا. شفتوا قد ايه بسيطة؟ هيك خلصناهم هول البرانشز اثنين صاروا جاهزين معنا. هيك بكون خلص معنا الفيديو. يلي حابة تبقى تشوف شو عاملة هونيك معهم فأهلا وسهلا فيكي، خليكي معي. شوفوا أول شي خلصت هول الوردات، هولي ارجيتكم اياهم بالمذكرات الحرفيه، حترك لكم رابط المذكرات تحت بصندوق الوصف. فهولي الوردات هون هيدا عملته غير، هون غير يعني حاولت نوع وشكل. هولي الوردات هون عامله خمسه من هول، عملت اتنين من هول، هول كلياتهم بوكيه واحد حيكون. عملت هاي الوردتين وحدة هيك ملونة ووحدة كلها زهر، هول كمان حجم تاني. وعملت معهم وردات الزنبق، عطيتهم هيك كتير عشان ما يتغبروا. هلا هول بدي اعمل لهم رابينج بالورق. هاي الوردة تابعوني على الانستغرام او شوفوا الشورتس اللي عم بنزلهم عشان يعني يكون هيك صورتهم بطريقة اوضح. مسافة معي هون منا كتير كبيرة، هاي هون هاي ان شاء الله حنزل شرح كيف عملتهم هول الوردات. وهيدي نفس هاي لون ابيض. فهيدا البوكيه صار جاهز معي، هعمل له رابينج بهيدي الورقه ارجيكم اياها. هاي الورقه هول بيجوا مخصصين لنلف فيهم الورد. فان شاء الله اذا قدرت صور لكم طريقه اللف ان شاء الله حصورهم، ما قدرت إلا ما صورها على القناة يعني. ما مبينين إياهم هلا هيك بينوا. كتير حلوين عن جد، حاسة حالي قاعدة بجنينة ورد. كتير حلوين شغلهم ثقيل أول شي، هيك بكونوا قطع قطع بس عن جد بس يتجمعوا بصيروا كتير حلوين. الحمد لله خلصتهم، بدي لفهم هيك ببوكيه ابعتهم للعميلة. وهيك بكون خلص معنا فيديو اليوم، شرحت هيدا البرانش كيف بينعمل.
إذا منك مشتركة بالقناة وبعدك جديدة، أنا رنا، اشتركي بالقناة وأنا بقدم هيك محتوى. أي شيء اكتبولي تحت بالتعليقات. أهلا وسهلا بالجميع، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو. الفيديو يمكن قصير، حاولت طول فيه قد ما فيني لأنه اليوتيوب ما بينزل فيديو كتير قصير، فعشان هيك حاولت يعني شوي طوله للفيديو، بس خلص يعني الفيديو. فبلاقيكم إن شاء الله فيديوهات جديدة. ما تنسى تشتركي بالقناة، تعملي لايك للفيديو وتشاركي القناة، رابط القناة مع عائلتك وهيك لتدعميني. من هلا للفيديو الجاي بدي لكم ضلوا بخير يا رب. باي باي.